وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة المهندس أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. حدثنا بداية عن مشاركتكم في معرض سيتيسكيب البحرين. شكرا أخي العزيز على الاستضافة. طال عمرك طبعا مثل ما تعرف أن يعني هيئة التخطيط والتطوير العمراني هي جزء لا يتجزأ من وزارة الأشغال وزارة الإسكان والتخطيط العمراني. طبعا شاركت الوزارة في هذا المعرض يعني بثلاث قطاعات، وهي قطاع الإسكان وهيئة تخطيط التطوير العمراني وبنك الإسكان. طبعا فيما يتعلق بمشاركة قطاع الإسكان يتضمن طبعا استعراض برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية اللي تم الإعلان عنه، ويتضمن فرص استثمارية أمام القطاع الخاص لبناء 19,000 وحدة سكنية على مدى العشر سنوات المقبلة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري. وهذه طال عمرك يعني سيتم إطلاع أو تم إطلاع يعني ممثلي القطاع الخاص والمواطنين على رأى الوزارة تنفيذها لبرنامج الطموح. وهذه طبعا فرصة أن يعني يعرض هذا البرنامج أمام المطورين العقاريين سواء كان في المملكة أو خارج. فما يتضمن أيضا يعني طول العمر ركن لتعريف الزوار بالخدمات التمويليه الجديده اللي طرحتها الوزاره مؤخرا، واللي تضمن ايضا برنامج تسهيل ومزايا الفئه المستحدثه. وتسعى الوزاره طبعا الى امتداد النجاح الذي حققته في معرض التمويلات الاسكانيه اللي نظمته الوزاره خلال الفتره من 2 ل 8 نوفمبر الجاري الى معرض سيتيسكيب، وذلك في خطه وضعتها الوزاره الله يسلمك للتعريف بانواع التمويلات واغراضها المختلفه. أخي الفاضل أيضا فيما يتعلق بجناح بنك الإسكان يقدم خلال مشاركته طبعا في المعرض الأقسام المتبقية بخطط الصيانة والمرحلة الثانية من مشروع دونر تسليف والمشاريع الأخرى اللي يعني يقوم فيها بنك الإسكان. أما فيما يتعلق بالهيئة اللي أنا معني فيها طول عمرها هيئة التخطيط والتطوير العمراني، فقدمت أيضا عرض مخططات المشاريع التنموية اللي أنجزتها الهيئة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الله يطول العمر في مشروع بحرين مارينا والعرين الصحراوي والوجهات البحريه لخليج البحرين وايضا ساحل القلالي وبلاد الجزائر طول العمر، بالاضافه الى مخطط الساي. نعم. طبعا ايضا كانت هناك شاشات تفاعليه تستعرض من خلالها هي مشاريعها في مجال التخطيط والتطوير العمراني اللي له دور يسهم يعني بشكل كبير جدا في يعني التطوير العقاري في البحرين بشكل متكامل. كما ايضا استعرضت الهيئه طول العمر المنصه الالكترونيه لخدمات التطوير العمراني واللي تم تدشينها من اجل تحسين جوده الخدمه الحكوميه وتطوير العمليات التخطيطيه بالتماشي مع التوجيهات الحكوميه الراميه نحو التحول الرقمي. وكما ايضا استعرضنا طول العمر الاشتراطات التنظيميه يعني للتعمير اللي تم استحداثها مؤخرا يعني طول العمر، وهي اهم يعني المشاريع التي تم او تدعم التطوير على مستوى التنميه الحضريه الوطنيه من اجل تحقيق تنميه عمرانيه مستدامه وتخطيط نموذجي وشامل للاراضي بما يتوافق طول العمر مع المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني 2030. كما انا يعني ابشر الاخوه المشاهدين والمستمعين ايضا طول العمر انه تم تدشين الدليل الارشادي للاشتراط التنظيمي للتعمير بمناسبة معرض سيتيسكيب البحرين طويل العمر، اللي يحتوي طبعا على شرح مفصل ورسومات توضيحية لجميع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، ويتكون طبعا من 185 صفحة ويغطي تقريبا 12 باب. نعم. ويخدم الدليل إلى توحيد وتفسير جميع الاشتراطات التنظيمية للتعمير، بالإضافة إلى توفير المعلومات التفاصيل اللي تساهم في التعمير بشكل عام في المملكة طويل العمر. وأيضا تم أيضا عرض ما تم إنجازه فيما يتعلق بالمناطق الغير مخططة في المملكة. نعم. بشكل شكرا. نعم السيد أحمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، شكرا جزيلا لك.